السلام عليكم جمهورنا العزيز، مثل ما انتم شايفين 85% من مشاهدين القناة مو مشتركين فيها، فيا ريت تقدروا تعبنا وتشتركوا بالقناة، خلونا نوصل مليون بقرب وقت، والحين نترككم تستمتعوا مع الفيلم. يا هلا بالجمس، انا وش مخليني اعيش غيرك؟ خلنا صور سناب قبل لا اطلع. في جارك يفحط ومو شايف احد قدامه، يعني ما يخاف الشرطة تشوفه وهو مسكر الطريق ويفحط؟ هذا من الوزير ألف مرة قلت لك عنه، مو شايف احد قدامه طول الوقت يفحط، وذاك اليوم كان بيدعس بنت صغيرة ويسوي مصيبة لكن ربنا ستر. يعني ما احد قادر يوقفه عند حده او يقول لابوه الوزير عنه؟ كثير اشتكوا الجيران لكن بدون نتيجة، والله اني منقهر ونفسي امسك واربط بصندوق الشاص. المهم فكنا من سيرته وخلك جالس، خلينا نروح اسوي شاي واجيك. يا معالي الوزير وقف دقيقة لو سمحت، طال عمرك بقول لك موضوع عن ولدك سعد، لأنه طول الوقت يفحط وكثير من الجيران حاولوا ينصحوه ولكن بدون نتيجة، حتى الشرطة ما تقدر توقفه لأنه ولدك. أنا خايف بيوم من الأيام يسوي مصيبة لا سمح الله ويروح فيها بني آدم ما له علاقة. وانت وش دخلك بولدي سعد؟ خليه يسوي اللي يبيه، انت خلك بحالك ولا تتدخل بالأمور الأكبر منك. روح من وجهي، مو فاضي لسوالفك عند اجتماع.
الموتر هج معي وقدر يسبقني باخر لحظة، والله انه قهرني. على كل حال انا حفظت شكل موتر، الا ما لقيه بيوم من الايام وقتها يصير خير. طلبت اشوفك لاني متضايق وفي موقف صار معي منكد علي. خوفتني يا رجل، قل لي وش فيك، وش صاير معك؟ اليوم شفت الوزير ابو سعد وقلت له عن ولده، لكني ندمت اني كلمته لانه رد علي بطريقه كاني يسولف مع احد الخدم عنده، وبالموت قدرت امسك نفسي وما اسوي له شيء. ذول النوعيه من الناس يفكر ان الكرسي يدوم له وشايفين نفسهم على الناس، ولكن مصيره يترك منصبه ويرجع لقيمته لاصله، وقتها ما حد راح يرد عليه السلام. انسى اللي صار معك ولا تاخذ بخاطرك. الحين اطلع بالجمس واحرق الاخضر واليابس، ويا ريت الاقيك يا راعي الربع. لا أحد يقرب، المريض للحين يتنفس. وش هذا اللي مسويه يا سعد؟ من شوي كلموني الداخلية وقالوا لي عن الحادث اللي مسويه وبعدها هرب. صدقني يا ابوي هو اللي تعرض لي وما كنت بأذيه، ولو ما سويت كذا كان انا اللي رحت فيها. المهم انا حجزت لك تذكرة الطيران عشان تسافر شهر زمن لين احل المشكلة مع الشرطة. امرك يا ابوي اللي تبي يصير.
نصحتك وقلت لك ابعد عن سعد لانه طايش وما يسال عن عواقب اللي يسويه، لانه ابوه بظهره راح يفكه من كل المشاكل. لكن الحمد لله على كل حال، الا ما القضاء يجيب حقك وياخذ حقك منه. ضحكتني وانا مالي خلق اضحك، انا انكسر ظهري وانصبت بشلل وبطلت اقدر اتحرك باقي عمري، وسمعت بالصدفه من الدكتور ان سعد جاء عفو وهو الحين رجع من الدوله اللي كان هارب عليها وراح يكمل باقي حياته طبيعي. دام ما حد قدر ياخذ حقك منه والله ما ياخذ حقك غيري، وراح توصلك العلوم عن اللي راح يصير فيه. انا حليت مشكلتك لاجل ترجع، بس صدقني اذا تعيدها او تسوي اي حركه ما لها داعي انا اللي راح احاسبك مو الشرطه، فاهم ولا لا؟ الله يطول بعمرك يا ابوي وما يحرمني منك، وابشر يا ابوي اللي تبي يصير وما عاد اتعرض لاي احد حتى لو هو غلطان معي. تحسب نفسك ان فكيت نفسك من الشرطة وابوك عنده واسطات بتفك نفسك مني؟ ولا لا اقلب حياتك عذاب، تعال ورجيني مراجعك يلا من راسي لراسك. انت اصلا من زمان وجودك مضايقني وصار لازم اكسر شوكتك، واركب موترك وجيبني اذا انك رجل. اعلن العدوان عجحور الثعالب
حي هالمغوار مفتول الشوارب، حي هالمغوار مفتول الشوارب، في كتاب المجد صفحات وسطور، نكره الكبرى وما نريد الغرور، والأدب فينا عمر العصار، والأدب فينا عمر العصار. يا شموخي مثل الجبال الرواسي، فالمعارك عسكري والجرب قاسي، والأدب في رباي تمصنف قياسي، والأدب في رباي تمصنف قياسي. يا ربوعي فالحرب صربة عساكر، مثل صقر بس ما يوم يناور، من يحاربهم حب روحه يغامر، من يحاربهم حب روحه يغامر. دام ما حد قدر ياخذ حقك منه، والله ما ياخذ حقك غيري. ينضم الابيات والشعر احترافي، اقرا ما بين السطور اقرا الخوافي، اقرا ما بين السطور اقرا الخوافي.